بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فوائد الدقيق الأبيض أو دقيق المخبوزات، دقيق المعجنات للبشرة: يعالج البشرة الدهنية من حب الشباب والكلف والبثور، يفتح ويبيض البشرة السمراء، يرطب البشرة الجافة ويزيدها نضارة، يشد البشرة ويحميها من التجاعيد. قناع اليوم هو عبارة عن وصفة لتبييض البشرة وتجميلها والاستغناء في نهار رمضان المبارك عن المكياج. المكون الثاني هو الزبادي أو اللبن الزبادي، رائع جدا، يساعد في الحفاظ على البشرة نضرة وحيوية، لأنه يحتوي على خمائر طبيعية يعمل على التخلص من الجلد الميت الذي يتكون على البشرة. كذلك لأن الزبادي يحتوي على حمض اللبنيك، هو نوع من الأحماض الطبيعية والتي تعمل على تهدئة البشرة وتساعد في ترطيبها وتبييضها. نأخذ ملعقة زبادي أو روبا الزبادي الطبيعي، ونضع عليها ملعقة شاي وسط من الدقيق الأبيض. نخلط المكونين مع بعض بهذا الشكل حتى تتجانس الخلطة وتصير مثل الكريم. بهذا الشكل نتحصل على خلطة مثل الكريم. يوضع الماسك على بشرة نظيفة ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف هذا الماسك بماء بارد، وبعدها مرري ماء الورد إذا كانت بشرتك لا تتحسس من ماء الورد، وأتبعيها بترطيب بكريمك المرطب، أو بواسطة الزيت المناسب لبشرتك. يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة وآثار الحبوب والندبات. يوضع هذا الماسك بشكل يومي، روعة جدا لجمال البشرة. يمكن استخدام هذا الماسك للبنات الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق، كما يمكن كذلك للرجال الشباب استخدام هذه الوصفة رائعة جدا لتجميل بشرتهم وإعطائها النضارة بشهر رمضان الكريم. هذه الخلطة يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة واستخدامها لليوم الموالي. هذه الوصفة صالحة لجميع أنواع البشرة. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.